ميرا زهران أخصائية التغذية العلاجية، صباحك سعيد يا ميرا. صباحك لارا وصباحك هبة، أهلا وسهلا فيكي. كثير مبسوطة أني معكم اليوم. إحنا كمان مبسوطين. شفنا الحلويات على الهواء ميرا، والشوكولات، وشفنا قوالب الكيك الجميلة والحلوة المشهية. مسموح ناكلها ولكن بحسابات رح نعرفها من ميرا. طبعا بالبداية ميرا، يعني إحنا دائما لما بنقول دايت وعاملين دايت وبنحس حالنا ما عم نضعف أو عم نضعف. اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، كيف بدنا نعرف إنه هل دايت وهل حمية مناسبة لإلنا. تمام. هلأ بالبداية خليني أحكي عن إنه قبل ما أبلش أعمل الحمية، لأنه في كتير ناس بروحوا للحميات بطريقة مش مدروسة. فدائما أنا بحب بكل انترفيو أحكي أنه قبل ما نعمل الحمية لازم نركز على كذا شغلة، منها أني أعمل فحوصات دم شاملة، أعرف أنه مثلا قوة دمي كيف، عندي يوريك أسد أو لا، عندي مثلا كوليسترول عالي ولا لا، عشان بالضبط دهون ثلاثية، عشان أقدر أختار نوع الحمية المناسب. هل أنا عندي مثلا فحوصات أو نقص في بعض الفيتامينات والمعادن تحول دون أني أنزل بالوزن، مثل الفيتامين دال الحديد أو مخزون الحديد، ومثل القصور بالغدة الدرقية. هدول الثلاثة مرتبطين تماما بنزول الوزن. فإني أروح أعمل حمية بدون ما أكون عارفة جسمي أصلا شو ناقصه، هذا أولا غلط. حلو. لازم فهاي بالبداية نعمل تحاليل ونشوف شو السبب اللي عم بيخلينا ننصح أو إنه أو ما نضعف. هاد في حالة الحمية كانت لها علاقة بنزول الوزن أو زيادة الوزن. هلأ في حميات تانية متعلقة بأمراض مثل سكري، ضغط، الغدة، التكيس المبايض، هلأ كتير منتشر بصورة كبيرة. فلازم أنا أشخص شو الحالة قبل ما أروح أتبع الحمية، حتى أعطي كمان فرصة لأخصائية التغذية تعطيني الحمية المناسبة لحالة. حلو. هلأ تختلف الحميات من شخص لشخص طبعا، ومن عمر لعمر ومن ذكر وأنثى طبعا. وبالتالي أكبر خطأ بنعمله أحيانا أنه أول شيء نطول حمية عن طريق جوجل، جوجلت وطلع أي حمية طبعا بتعجبك وخدها واستخدمها، هذا خطأ صح؟ طبعا. طيب كيف نختار الحمية الصح بعد ما عملنا هاي الإجراءات؟ كيف خبير التغذية بيقول أنه هذا الصح وهذا الخطأ وهذا البرنامج المطلوب؟ هلأ بالبداية زي ما قلنا، لما نحدد أنه شو الفحوصات اللي عندي، شو الحالة المرضية، بنروح نتوجه لأخصائية التغذية وهي بدورها تعطينا الحمية المناسبة. طبعا هلأ صار في حميات لا تعد ولا تحصى، طبعا مش جميعها صحيحة، ولكن في جزء كبير منها مبني على أسس علمية. فهون ببلش دور أخصائية التغذية، بتقيم الحالة، بتعطي المريض أو المراجع الحمية المناسبة، وعلى أساس استجابة جسمه لهاي الحمية بتبلش تقرر أنه هاي الحمية هي الأنسب إله ولا ممكن نغيرها. لأنه في احتمال كبير أنه كل أسبوع أو كل مراجعة نغير في هاي الحمية حسب هو اللايف ستايل تبعه، أنه تقبل هاي الحمية، حس في مشاكل معينة، جسمه استجاب لهاي الحمية، نزل دهون. كمان هلأ في علامات بتدل على نجاح الحمية، الجسم لازم يخسر دهون، لازم يحافظ على عضلاته، إذا عنده سوائل زيادة مفروض تنزل بكميات مناسبة كل أسبوع. وفيها النقطة بحب أركز عليها، دائما بسمع من المراجعين إنه ما نزلت وزن كبير. هلأ إحنا بالعلم بالأسبوع مش مفروض ننزل أكثر من نص كيلو لكيلو من الدهون. أكثر من هيك بصفي رح أنزل عضلات ومي، وهذا إشي أبدا مش مستحب. أكيد. طيب ميرا قلتي عن موضوع الحمية إنه ممكن نغير، طبعا يعني ما بيأثر على الجسم، على النفسية، على الشخص نفسه اللي هو عم بياخد هاي الحمية. هلأ هي واحدة كمان من النقاط المهمة إنه الحمية ما تأثر على نفسية الشخص، هاي كمان علامة من علامات نجاح الحمية. هذا الإشي مستحيل، ما في حدا مش عامل دايت إلا يكون منرفز ومعصب، هاي هي الحمية الغلط. بتكون أكيد غلط. معناته إحنا لما بنكون عاملين حمية مناسبة مفروض ما يكون عندنا التعصيب والنرفز. يعني لما شخص يكون مثلا يقول لي أنا بحب فواكه، أنا بحب مثلا نشويات بأكلي، أروح مثلا أعطي كيتو دايت أو أروح أعطي دغري اللو كارب دايت، لا، ممكن نروح لهم وهي تكون الحمية المناسبة له، بس بدي أروح بالتدريج، بدي يعني أدخل له إياها على أسلوب بحياته بالتدريج. لما أجي فجأة أنا أقطع لك كل هدول أكيد رح تحسي باكتئاب. يعني هو اتباع حمية معينة دايما ببالنا زي كيف لوك داون، دايما ببالنا بينعكس إنه حرمان.
فبصفي انه انا قبلها وبعدها بدي اغوص بالاكل بالزبط. هيك الناس بيخطر لها. فبالنسبه للسؤال سالتيني اياه عن تغيير نوع الحميه، لا هو مش راح يكون تغيير جذري، ولكن راح يكون تعديل على الوجبات. يعني تعديل على اوقات الوجبات، لانه كمان هون نقطه مهمه انه انا احافظ على وجباتي بمواعيدها. يعني في ناس بيكون عندهم لبس بهذا الموضوع انه دايت اكل سعراتي باي وقت، بس لا، يعني كثير مهم تنظيم الوجبات بناء على النشاط البدني او اللايف ستايل تبع الشخص. اكيد هلا اللايف ستايل والنشاط البدني هدول الاسس المفروض احنا نبني عليها الحميه طبعا. طب ميرا، ليش اوقات الحميه ما بتحقق هدفها ابدا؟ يعني رغم استخدام كل الطرق. نعم. ولكن هلا ما بتجي. هلا في التغذيه ما في واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش انه انا بعمل دايت او بعمل نشاط بدني او رياضه انه لازم انحف. مع اشخاص معينين، وخليني اقول 70 80% بتمشي، بس في اشخاص معينين ما بتمشي معهم نتيجه اول شيء الجينات. لا ننسى الجينات لها عامل ودور كبير بالتغذيه. والعمر كمان، العمر، الحرق، قد ايه انا عندي نسبه عضلات. هلا وعلى فكره كمان نسبه العضلات، في ناس بالجيم 24 ساعه بتلاقي عضلاتهم عادي معتدلة، وفي ناس ما بروحوا أبدا على الجيم بتلاقي عندهم نسبة عضلات عالية برضو. هاي وراثي. بالوراثة بالجينات. فمفروض إنه في كتير حصات جينية بنقول هدول ما عم بيطلعوا من الجيم، نكتشف إنه هم أصلا ما بوصلوا للجيم، ما بتروح. وفي أجسام وناس بتاكل كميات منيحة ما بزيد وزنها، وفي ناس بتقول لك إذا بشرب مي كتير بسمعها بنصح. فهي الجينات بتلعب دور كبير بنزول الوزن، بالإضافة مرضى الغدة الدرقية، مرضى تكيس المبايض، كمان هدول شوي بكون موضوع الهرمونات، مقاومة الإنسولين، نعم بكون أبطأ من غيرهم. طيب أعطينا ميرا، إيش في مؤشرات هيك بتأثر علينا نحس إنه والله هالدايت مش مناسب لإلنا أبدا، غير التعصيب وغير إنه ما عم ننزل؟ هاي أول نقطة، إنه أنا أكون نفسية مش حلوة، أكون عندي اكتئاب، أكون مش حابة الحمية اللي أنا بعملها، مش حابة الأكل اللي أنا عم باكله. طبعا هاي كنفسيا، وعلى فكرة رح تنعكس إني ما رح أنزل بالوزن. بالنسبة لنزول الوزن، إذا أنا ما نزلت بالشكل المطلوب، إذا أنا نزلت عضلات بكميات كبيرة ما نزل دهون، هون كمان هاي الحمية من نوقف عندها، لأنه مش راح تكون مناسبة للشخص. أهم إشي بنزول الوزن نركز على نزول الدهون وليس العضلات. تمام. شغلة ثالثة دائما بسمعها من الأشخاص بالنسبة لنزول الوزن، اللي هم بيركزوا على الوزن، الحمية الصح انه لازم تنزلنا مقاسات، مش شرط تنزلني وزن. هون برجع لموضوع انه انا انزل دهون واحافظ على عضلاتي. يعني لو نزلت 2 كيلو دهون، الدهون حجمها بشبهها بالقطن، انا بتكون نافشه كثير، فممكن انقص مقاسين او حتى ثلاثه. وبصير معنا لما بنجيب درس سمول بنكون مخلينا على جنب، بدنا نشوف اذا احنا نزلنا او لا. هي غلط على فكره، بس شخص تجيبي اواعي اقل من قياسك. ما هو خلص الا نعمل هاي الحركه، ما بنقدر حدا بيعمل هذا تعذيب. بنضلنا هذا بدنا نشوف امتى بدنا نقدر نلبسه، فبيكون زي تحدي عندنا. هي كل الناس بيعملوها، بس هي الدراسات اثبتت انها غلط، لازم نجيب نفس مقاسنا او نستنى لننزل بالوزن ونشتري. انا ساعات اذا عندي عامل تحفيزي ميرا، انت ما عارفه. انا ما بعمل هيك، انا اقول لك شو سعادتي، إني أرجع لقطعة عندي إلها سنين مثلا محتفظة فيها وعجبتني وحلوة ومرتبة بعدها، وبعدها فت بتيجي لا 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 أبدا. وبعدها بتيجي بشكل صحيح، فهيك بعرف إني أنا ضمن الرينج. يعني إذا شوي طبعاً زيادة شوي نقصان طبعاً مش مشكلة. بدي أسألك سؤال مهم كتير، إنه عادة يقال إنه النساء أصعب بنزولهم من الوزن، هل صحيح هذا الحكي؟ رجال أسهل، الشباب أسهل، شو صح؟ نعم، أوقات كتير وبنسبة كبيرة. ليه؟ أول إشي الرجال عندهم نسبة أو كتلة عضلية كتير أعلى. ثاني إشي الأمراض اللي حكيت عنها، اللي هي قصور الغدة الدرقية، مقاومة الإنسولين، تكيس المبايض، بتصيب السيدات أكثر. فعشان هيك وأوتوماتيكلي لأنه الكتلة العضلية عند السيدات تكون أقل، كمان نسبة الدهون لازم تكون أعلى طبعا هورمونال وايز، عشان الهرمونات عند السيدات تكون غير طريقة مختلفة، فلازم الكتلة الدهنية تكون أعلى. فهون أنا بحرق بطريقة أقل. مظبوط. سؤال أخير، ثبات الوزن إشي مهم ومفيد ولا بتحسي في مشكلة بالجسم؟ يعني لما بقعد مثلا 4-5 سنين على نفس الوزن،
في مشكلة ولا تمام؟ هلا إذا الوزن صحي, صحي هذا إشي طبعا ممتاز. يعني أصلا في ذاكرة للجسم إنه يخزن هذا الوزن, وفي ناس لما يرجعوا يزيدوا بالوزن ويحاولوا ينقصوا بثبتوا عند هذا الوزن, بنسميه سيت بوينت. أو الجسم بيحاول يزيد يرفع هرمون الجوع فأنت تحسي بجوع زيادة, أو ينزل حرقك فأنت تصيري تحرقي أقل حتى يحافظ على هذا الوزن. تمام. لأنه الجسم مرتاح فيه, فإشي ممتاز إنه يضل الوزن ثابت. وزنك هذا إشي أساسي, ثبتي وزنك طبعا وتستمري. أنا دائما بركز على الكونسستنسي والاستمرارية. الاستمرارية كتير مهمة للناس اللي بدهم يوصلوا لهدفهم. صراحة إذا صحيح. أنا ما ضليت وراء الهدف مستمرة مش رح نقدر نحققه. وجبة صحية واحدة ويوم أروح على الجيم ما رح تنزل وزني. بدك استمرارية طبعاً. وبنفس الوقت بنقول لا تحرموا حالكم بس كونوا معتدلين عشان طبعاً. كمان شعور الحرمان مش حلو, لأنه كمان إذا حرمنا حالنا فترة طويلة ومرة واحدة أكلنا يعني وجبة على وجبات على مدار بصير في مشكلة طبعاً. الحقيقة طبعاً. ميرا زهران أخصائية التغذية العلاجية شكرا لوجودك معنا. شكرا لباسك إلكم. الأخضر الجميل اليوم هيك زاد جمال الحياة في الصباح. شكرا لك يا ميرا.